ما جاش عزاني في أختي اللي هي أصلاً عملت منه نجم. مرتضى منصور بعد ما أعلن وفاة أخته في حادثة أليمة أعرب كمان عن استنكاره من الفنان محمد رمضان، وقال في حديث صحفي لي إن كل إنسان وله أصل، ومحمد رمضان ما جاش عزاني في أختي وهو ده أصله. وأكد كمان إن أخته وهي المخرجة السابقة وفاء منصور هي السبب اللي دخل محمد رمضان عالم الفن والنجومية، لأنها شغلته معها في بداياته. وعلى الجانب الآخر، الفنان محمد رمضان مشغول في تجهيزات حفلته اللي في الساحل الشمالي، ومن آخر الحاجات اللي نزلها محمد رمضان على صفحته الرسمية على فيسبوك كان بوست بينعي فيه المتوفين حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل بعد وفاتهم، وكمان المنتج تامر فتحي آخر الناجين من الحادثة اللي أدت لوفاتهم جميعا. ومع ذلك الفنان محمد رمضان التزم الصمت وما ردش على تصريحات مرتضى منصور لحد دلوقتي. قولوا لنا بقى في الكومنتات رأيكم في تصرفات محمد رمضان.